ما أن اجتمع الكاظمي بسفراء العالم لدى بغداد ليطمئنهم على سفاراتهم هنا، حتى أتاه الخبر المفاجئ من هناك من أربيل في أقصى الشمال حيث الإقليم، والتي كانت وجهة الدبلوماسيين المحتملة إذا تدهور الأمن فجأة في بغداد بسبب القصف بصواريخ الكاتيوشا من ميليشيات خارجة عن سيطرة الدولة. الرد كان غير متوقع للكثيرين، وفسر بأنه تحد صارخ للحكومة ورئيسها، ويراد منه إحراج مصطفى الكاظمي الذي قطع أغلظ الوعود لسفراء 25 دولة بأنهم سيؤمنهم وموظفيهم داخل المنطقة الخضراء التي يعملون ويعيشون فيها، مع إن بعض السفراء قال صراحة للكاظمي إنه نقل عائلته إلى مدينة أربيل. ويراد منه أيضا إيصال رسالة للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بأنه لا مكان آمن في العراق لهم ولبعثاتهم الدبلوماسية حتى وإن كانت أربيل. القصف بستة صواريخ كانت محمولة على عجلة كبيرة احترقت بسبب اللهب من الصواريخ أتى من الغرب، حيث القرى النائية المحيطة ببعشيقة، ومدى الصواريخ المطلقة كان يزيد على 40 كيلومترا تقريبا، لكنها لم تحدث أي ضرر بشري أو مادي. رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الذي أدان بأشد العبارات هذا الهجوم طالب رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل فيه ومعرفة الجهة المهاجمة ومعاقبتها، وإلا فمن حق أربيل الدفاع عن نفسها وعن أمن الإقليم. اللواء 30 في الحشد الشبكي قال إن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ هي منطقة زراعية مشتركة بينه وبين الجيش، وعلى مقربة من تمركز البيشمركة، وإنه لا يزال يبحث عن منفذي هذا الهجوم، نافيا أي مسؤولية له عن المشاركة أو التخطيط لهذا الهجوم. قيادة العمليات المشتركة أكدت بأن رئيس الوزراء وجه مباشرة بملاحقة جميع من يستهدفون البعثات الدبلوماسية بصواريخ الكاتيوشا أو من يهددون موظفي البعثات الدبلوماسية، وكذلك توفير التخصيصات المالية لإنجاز المانع الأمني بين العراق وسوريا. العمل المضني الذي تقوم به حكومة الكاظمي لكبح جماح الميليشيات المسلحة من المنتظر أن يؤتي ثماره قريبا على شكل أمن ينعم به العراقيون وغيرهم.